يعني فضيلة الدكتور، الإمام الحسن بما أنه سيد شباب أهل الجنة، وبما أنه إمام قام أو قعد، يفترض فيه أن ينال حظه من الترجمة، يعني من ذكر حياته وما جرى فيها في كتب التراث الإسلامي، الأحاديث والتاريخ والتراجم. لأننا لاحظنا في كتب التاريخ أحيانا يتكلموا على أحد الخلفاء الأمويين أو العباسيين، يتكلموا عن حصانه وعن الجارية التي كان يعشقها وعلى جليسه وقاضيه وصيده و و و و بينما الإمام الحسن يعني لا يمكن يعني أن نقول أي شيء في هذا المجال. على كل حال كل واحد يتكلم في حدود مطالعاته. فضيلة الدكتور سهيل زكار، هل نال الحسن بن علي عليه السلام في التراث الإسلامي نصيبه الذي يستحقه من الاهتمام باعتباره إماما قام أو قعد وباعتباره سيد شباب أهل الجنة فضيلة الدكتور؟ بالطبيعي ما سيذكر عن الإمام الحسن يتعلق بفضائله وبحياته المستقيمة، ليس في حياته جواري ولا حسان ولا مجالس خمرة ولا مجالس تغضب الله تعالى. بينما في تراجم الخلفاء من بني أمية هناك الحقيقة مشاهد عجيبة، وأنا منذ أيام كنت أستعرض بعض تراجم الأمويين، ووقفت عند ترجمة يزيد بن معاوية، لكن أكثر عند ترجمة الوليد ابن يزيد. الحقيقة وصلت إلى محصلة، عدا عن فكرة الجبرية لدى بني أمية، أن البلاط الأموي دان بعقيدتين: العقيدة الأولى البغضاء من دون حدود للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم، ويقول الوليد بن يزيد: تلاعب بالبرية هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابه، تلاعب بالبرية هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابه، فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي. نعم. مع الكراهية غير المحدودة لبني هاشم هناك الإلحاد، وإلحاد لا نظير له، و استهانة بالقرآن الكريم: أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد، مزقني الوليد. نعم. هذا لا يمكن العثور على نظير له في ترجمة الإمام الحسن. فنحن نتعامل مع مادة مختلفة تمام الاختلاف، وبالتالي أنا أعتقد أن ما قدمه ابن عساكر وغيره من تراجم مفيدة. إنما في هذه الأيام مما يوصف له أن الإمام الحسن لم ينل حظه من الدراسات المعاصرة. يعني مثلا أنا علمت وذكرت ذلك من قبل أن هناك لجنة تعمل في لندن على نشر 500 مجلد عن الإمام الحسين. طيب ماذا عن الإمام الحسن؟ مع أن الإمام الحسن لابد لنا من وقفة عند حياته والتعريف به. هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خيار من خيار، هو ليس فقط حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط ابن السيدة فاطمة البتول، ليس فقط ابن الإمام علي كرم الله وجهه، هو ابن فاطمة بنت أسد، هو ابن أبي طالب الشقيق، الأخ الشقيق لعبد الله عم والي النبي صلى الله عليه وسلم، والمحامي والمدافع حتى آخر لحظة عن النبي صلى الله عليه وسلم.